مساء الخير. هذا المتسلق هو متسلق الياسمين الأحمر، تشوفون هاي الوردة مالتي. طبعا هذا العطر مالتي فظيع جدا، خرافي. هذا يملي المكان اللي موجود بي. تشوفون عناقيد الورد مالتي ايش كبرها. طبعا هاي الوردة تمر بمراحل، تبدي باللون الأبيض، النوب الوردي، النوب الأحمر الغامق، لكن جميع هاي المراحل هي بيها فد عطر فظيع، عطر أبد ما ينوصف، عطر كلش حلو، تمام؟ بس مو هذا السبب اللي خلاني أنه أصور فيديو لهاي التعريشة، على قولة دول بلاد الشام يسمونها التعريشة. قد ما يكون هيك متسلق ويكون بهذا الشكل، أنه هذا المتسلق أو هذا الياسمين الأحمر مزروع في سندانة، وإحنا دائما نركز على النباتات اللي تنزرع أو ناجحة بالأرض أو اللي ناجحة بالسندانة. هاي مثل ما تلاحظون انه تشوفون هذا الياسمين الاحمر مزروع بسندانة، وحجم السندانة تلاحظونه، حجم السندانة كبير. فهاي النبتة شوفوا جماليتها من هنا، لان هي صاعدة على قوس باعشون جميلة. طبعا هاي النبتة وين ما تزرعونها تعيش، ما عندها اي مشكلة. تعتبر ازهارها من الازهار الصيفية وتتحمل الحرارة. طبعا أنا داخل مشتل بالعراق، بالبصرة، جنوب العراق، اللي درجة الحرارة توصل بها حتى 70 تحت الشمس أو 65 تحت الشمس. بس هم بهذا البروكلين أو هذا التول الأخضر مسيطرين على أشعة الشمس. بس هو ما عنده مشكلة، هذا النبات ما عنده مشكلة إذا ينزرع بالشمس المباشرة، ما عنده أي مشكلة، يتحمل وينمو ويزهر وسريع النمو إذا وفرت له الظروف الملائمة مالته من ناحية السقي، من ناحية المواد الغذائية. وهاي البزونة اللطيفة جاية وياي، هم تريد تشرح لكم عن النباتات، تريد تكمل المشوار مع النبات الياسمين الأحمر. خلينا نحكي شلون بالسندانة. هذا النبات همينا بالسندانة ما دام هي فرصة، فخلينا نحكي شويه شغله كلش مهمه. شوفوا هذا هم مزروع بسندانه، شوفوا السندانه مالته شلون متفلشه، مو كلش كبيره، شوفوا كميه الازهار مالته. اخواني، النبات اللي ينزرع بسندانه مو مثل النبات اللي ينزرع بالارض، تمام؟ احنا متفقين الاثنين يحتاجون مواد غذائيه، يعني الاثنين كائنات حيه. لكن هذا النبات من ينزرع بسندانه هاي الجذور مالته من تنتشر هنا راح تستهلك كل المواد الغذائيه مالته فتره كلش قصيره، مو مثل اذا بالارض مباشره. اذا بالارض مباشره الجذور مالته راح تتشعب بالارض وتحاول تحصل على المواد الغذائيه، مع هذا تستهلك، لكن هنا يكون الاستهلاك للمواد الغذائيه مالته اكثر. فهنا ضروري يكون التسميد بشكل دوري، ضروري يكون التسميد بشكل دوري، يعني لازم تلتزم انه انت كل 20 يوم تسمد النباتات. واحنا متفقين على انه التسميد الى اوقات معينه، التسميد الكيميائي والتسميد العضوي الحيواني. لازم تنتبهون هاي الفقره، يعني مثلا بالاشهر الحاره ما تسمد لا سماد كيميائي ولا سماد عضوي، بالاشهر البارده كذلك ما تسمد، لان بالاشهر البارده النبات فتره سبات ما راح يستفاد من المواد الغذائيه. بالأشهر الحارة الموضوع راح يؤدي إلى احتراق النبات. النبات ليش يحترق؟ التفاعل الناتج من تحلل المواد العضوية أو المواد الكيميائية يولد حرارة، الحرارة كناتج ثانوي لعملية التحلل. هذا الموضوع راح يؤدي إلى احتراق الجذور، بالتالي احتراق النبات. تمام إخواني، هذا النبات أنصح تزرعونه، اللي ما عنده مساحة بالأرض يقدر يزرع بسندانة كبيرة. ومثل ما حكينا انه هذا النبات عطري، وعطره كلش جميل، واصلا هو شكله هم كلش جميل، كلش كلش حلو. هذا كل ما يتعلق بهذا النبات، وانصحكم انه لا يعني اختصروا الطريق، اشتروا شتله مباشره من المشتل، لا تروح تزرعه بذور او تزرعه اقلام او تحاول، اشتري شتله وازرعها، يكون عندك النمو اسرع، يكون عندك افضليه انه تحصل على نبات كبير بفترة قياسية. تحياتي.